أني أمي وأبوي انفصلوا عن بعض، وأني عشت ببيت جدي، يعني حياتي كلها عشت ببيت جدي، وبيت جدي يعني هم كبار بالسن، أوكي؟ فأني يعني ما أعرف شلون دا أقول لك شي، يعني صراحة ما أعرف إذا من الناس إذا شافوني هسه يتقبلون الفكرة، نفس أكو ناس يعني ما قبلوها وأكو ناس قبلوا الفكرة. لا، من ولدت هيك؟ أنا صديقتي، صديقتي هي علمتني هذا الشي. يعني أنا أقول لك أنا كنت أروح للدوام، فهناك بالدوام كنت كل ما أروح صديقتي، يعني أنا قاعدة لوحدي يعني معزولة، لأن تعرفين صارت بيا صدمة، مات أهلي، واحد انفصل عن الثاني، حياتي كلها ببيت جدي قضيتها، هم كبار بالسن. فهي حكت وياي قالت لي أنت ليش يعني عايشة بهيجي، ليش بكآبة، امشي وياي راح أفتح لك غير باب، راح تشوفين غير عالم. واني صراحة يعني رحت وياها للبيت، وبالبيت ما كان أحد بس أمها وخالتها وهي صديقتي. فدخلنا بغرفتها وظلت تشوفني بالموبايل مالتها، دخلنا على النت ظلت تشوفني مقاطع، وصراحة يعني عجبني المقاطع كلش. ظليت كل ما أطلع من المدرسة من بعد الدوام أروح لها، نقضي اليوم كله يمها ونباوع على النت نشوف المقاطع. فهي فتحت وياي موضوع احتمال استقلت يعني وضعي وظروفي. صارت عندي علاقة بيني وبين صديقتي، علاقة حب، بس المجتمع مدى يعني يتقبل هذا الشيء، يعني صارت علاقة حب بيناتنا. ما أعرف شو أقول لكم، صارت علاقة حب بيني وبينها، والمجتمع مدى يقبل هاي الفكرة إني أكو علاقة بين بنية وبنية. بس أكو يعني أكو ترى مو ماكو إني بنية متصادق بنية، ترى هواية أكو بس مو هنا طبعا بالخارج. أكو ناس متقبلين هاي الفكرة وأكو ناس لا، بس إحنا صارت علاقة بيناتنا وصار حب كلش قوي بيناتنا، وصار يعني عندي ميول بيني وبين البنات، وقمت أكره الرجال كلش، يعني ما أطيقهم أبد. وبعد ما دروا أهلي هواية يعني عذبوني، حتى رادوا يحرقوني، وبيت جدي هم يعني سمعوا بالموضوع وطردوني، قالوا لي روحي أنت شوفي حياتك إذا هذا، إذا هاي تربيتنا إحنا. بس هم ما سووا شي صراحة، هم كبار بالسن، واني ردت اشوف حياتي. وعقب ما صديقتي هي اللي شوفتني هذا الشيء فتحت لي الطريق وظليت يعني وياها. بالنسبة لي اني صحيح اشوف هذا الشيء، يعني شيء غريب اول مرة اشوفه، واذا اني يعني حبيتها صديقتي صارت علاقة بيناتنا، فاكيد يعني حلو هذا الشيء بالنسبة لي. حاليا عايشين انا وياها سوا، تغار علي وغار عليها، يعني صار موقف انه هي تحارش بيها واحد اني انا حتى ردت كتله، يعني أنا غار عليها كلش أحبها، يعني تعرفين شنو أحبها؟ ما أقدر أنساها، ودائما يعني دائما أنا وياها كل شيء نسوي سوا.